بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتوره مها البطش، رئيس قسم الفارما كليه الطب المنوفيه. هكلمكم النهارده ان شاء الله عن موضوع مهم جدا، هو الادفيرس دراج رياكشن. هنتكلم فيه على ايه؟ هنتكلم على اول حاجه هنديفاين ادفيرس دراج رياكشن، هنعرف ايه هو الادفيرس دراج رياكشن، هنقسمهم، هنعرف الجريدز بتاعتهم السيفيريتي وليه بنهتم بيهم، هنعرف حاجه مهمه جدا الفاكتورز اللي بريدسبوز للادفيرس دراج رياكشنز، هنعرف الريليشن بتاع الادفيرس دراج رياكشن للتايم وللدوز، هنكاتيجورايز الادفيرس دراج رياكشن، هنحطهم في كاتيجوريز مختلفه، اخر حاجه اللي هي اهم حاجه ان احنا هاو تو بريفنت الادفيرس دراج رياكشن. اول حاجه هنديفاين ادفيرس دراج رياكشن. ايه هي الادفيرس دراج رياكشنز؟ ادفيرس دراج رياكشنز هي عباره عن الانوانتد افكت اوف دراجز، الحاجه السلبيه للدراج اللي احنا مش عايزينها. بندرسها ليه؟ لانها حاجه مهمه جدا ان الدكتور الشاطر، واحنا طبعا كل اللي معانا دكاتره شاطرين، يبقى ازاي دكتور شاطر ان هو يمنع الادفيرس دراج رياكشن، لو ما قدرش يمنعها على الاقل يعرف يتعامل معاها. عندنا كلاسيفيكيشنز بتاعتها بيقسموها الى 5 انواع، بادئين كل نوع منها بليتر بيرمز لحاجه معينه. النوع الاولاني بنسميه تايب A، ده عباره عن اوجمنتد رياكشنز. التايب بي عباره عن بيزار رياكشنز. تايب سي كونتينوس رياكشنز. تايب دي ديليد رياكشنز. تايب اي اند اوف يوز رياكشنز. هنعرف كل تايب من دول. اهم حاجه من التايبز دي اللي هم اشهر 2 فيهم اللي هو تايب اي وتايب بي. تايب اي ده عباره عن اوجمنتد زي ما قلنا ادفيرس دراج رياكشن. يعني ايه ادفيرس دراج اوجمنتد ادفيرس دراج رياكشن؟ يعني ادفيرس دراج رياكشن بيحصل نتيجه للفارماكولوجيكال اكشن اوف دراج، الانوانتد بارت اوف فارماكولوجيكال اكشن اوف دراج. هناخد مثال، يعني احنا كلنا جربنا الانتي هيستامينك، ناخدها سواء كانت في ادويه برد او الحساسيه. عارفين ان معظم الانتي هيستامينك بالذات لو كانت الفيرست جينيريشن بتعمل لنا ايه؟ بتعمل سيديشن. يعني بناخد قرص الانتي هيستامينك بيعمل لنا سيديشن. ده عباره عن اوجمنتد ادفيرس دراج رياكشن او التايب اي ادفيرس دراج رياكشن. اهم حاجه فيه ان هو بيبقى بريدكتابل. يعني ايه بريدكتابل؟ يعني انا بقدر اتوقعه، لان زي ما قلنا هو عباره عن جزء من الفارماكولوجيكال اكشن اوف ذا دراج. دوز ديبندنت؟ اه دوز ديبندنت. يعني ايه دوز ديبندنت؟ يعني كل ما بناخد جرعه اكبر كل ما فرصه حدوث الادفيرس افكت ده او احس بيه اكتر. يعني احنا هنرجع تاني للانتي هيستامينك، لو خدت قرص واحد من الدراج اللي فيه انتي هيستامينك هنام 3 4 ساعات، لو خدت قرصين ممكن انام اليوم كله. انستانس اوف تايب اي او الاوجمنتد ادفيرس دراج رياكشنز بيحصل كتير جدا. يعني احنا ما فيش حد فينا بياخد الانتي هيستامينك الا لما بيحس بموضوع السيديشن زي ما قلنا بالذات الفيرست جينيريشن، فمعدل حدوثه كتير، انتشاره كتير جدا. الحمد لله لانه منتشر كتير. الموربيديتي بتاعته هاي، يعني ممكن يعمل بعض الويكنس زي ما قلنا في الانتي هيستامينك انه هينيم العيان شويه، فبدل هينيم العيان شويه فممكن الفتره دي مش هيقدر يشتغل فيها، دي بنسميها موربيديتي. مورتاليتي بتاعته، ودي نعمه من عند ربنا ان هو كثير الحدوث، انما المورتاليتي بتاعتها لو. يعني ايه مورتاليتي لو؟ يعني ما بيموتش، يعني ممكن الدواء بتاعي هينيمني شويه وخلاص، دي كل الادفيرس افكت بتاعته. المانجمنت عندنا احنا قلنا هو دوز ديبندنت، فيبقى المانجمنت بتاعنا عباره عن دوز ادجستمنت. يعني ايه؟ يعني بظبط الجرعه بحيث ان العيان ما يقدرش يحس بالادفيرس دراج رياكشنز دي. يبقى التايب ايه عباره عن بريدكتابل ادفيرس دراج رياكشن، انا متوقعاه لان هو جزء من الفارماكولوجيكال اكشن، دوز ديبندنت، كل ما الجرعه بتزيد كل ما بيزيد عندي الادفيرس دراج رياكشن، الانسيدنس بتاعته هاي بيحصل في معظم الناس، الموربيديتي بتاعته هاي، المورتاليتي لو ما بيموتش، مانجمنت ازاي؟ عباره عن دوز ادجستمنت. طيب نيجي للتايب الثاني اللي هو التايب بي او البيزار. بيزار دي يعني ايه؟ يعني حاجه ملخبطه كده. الادفيرس دراج رياكشن ده مش بريدكتبل، يعني انا بتفاجئ بيه، مش هلاقي ان انا درساه في جزء من الفارماكولوجيكال اكشن. من اشهر الحاجات اللي بتعمل لي بيزار ادفيرس دراج رياكشن اللي هو الالرجي والايديوسينكراسي، لو انتوا فاكرين من الجنرال. ايه الايديوسينكراسي؟ اللي هو الفارماكوجينيتك ديفكت، ان يحصل عندي ابنورمال فارماكولوجيكال اكشن نتيجه لديفيشنسي في جين معين في العيان. يعني العيان ده عنده مشكله في جين، فلما بديله الدواء بفاجئ بريسبونس مختلف عن بقيه العيانين. يبقى اكتر حاجتين بيعملوا لي تايب بي اللي هو الالرجي والايديوسينكراسي.
وبنلاحظ دايما لو احنا بنقرا النشره بتاعه الادويه ان هنلاقي كل الادويه بيزودوا جمله كده في الاخر ان الادويه دي ما تتاخدش في العيانين اللي عندهم حساسيه، ويروح كاتب الماده الفعاله بتاعه الدراج واي اضافه بيحطها الوان طعم اي حاجه بيضيفها على الدواء. ليه الشركه بتكتب كده؟ علشان تحمي نفسها، لان زي ما قلنا ده عباره عن unpredictable adverse drug reaction. يعني ممكن انا حاجه في دراساتي انا عارفه انها ما بتعملش حساسيه، انما يطلع لي واحد في المليون واحد في المليار عنده حساسيه لاي ماده من اللي موجوده في الدواء ده. لو جاله حساسيه والشركه ما هيش كاتبه كده، ممكن العيان ده يقدر يقاضي الشركه ان انتوا ما قلتوش وانا خدته وانا ما اعرفش ان هو بيعمل حساسيه. زي ما قلنا هو بريدكتبل؟ لا مش بريدكتبل، يعني العيان اللي قصادي ده انا ما اقدرش اعرف هو عنده حساسيه ولا لا من غير ما ياخد الدواء، ما اقدرش اعرف هو عنده مشكله في الجين ولا لا الا لما ياخد الدواء. طيب هل هو دوز ديبندنت؟ لا مش دوز ديبندنت، يعني العيان لو عنده مشكله عنده حساسيه او عنده ايديوسينكراسي لو خد قرص زي ما خد 10 ممكن ياخد قرص واحد والعيان يموت مني من القرص اللي خده ده. الانسيدنس بتاعته رحمة ربنا بينا ان الانسيدنس بتاعته قليلة، يعني احنا بنلاقي ما بين كل كام واحد واحد عنده حساسية من دواء معين، انما بقية الناس ما بيبقاش عندها. الموربيديتي بتاعته بتبقى قليلة لان في ناس كتير زي ما قلنا بتبقى ما عندهاش مشكلة لا في موضوع الالرجي او في موضوع الايديوسينكراسي، انما للأسف المورتاليتي بتاعته هاي. يعني ايه؟ يعني التايب بي ده ممكن يموت، يبقى يا اما ما لاقيهوش، ولو لقيته ممكن يعمل ادفيرس افكت شديده في العيان لدرجه انه ممكن يموت منه. من اشهر الامثله لو خدنا حاجه زي مضاد حيوي زي البنسلين. البنسلين مشهور عنه قوي ان هو بيعمل حساسيه، بيعمل انافيلاكتيك شوك في بعض الناس، فده ممكن عندي يبقى عندي 1000 عيان ياخدوا بنسلين ما يجرالهمش حاجه، ويجي لي عيان واحد اجي اديله بنسلين يطلع عنده حساسيه ممكن يموت من الحقنه اللي انا بديها له دي. المانجمنت عندي من غير ما افكر هو عباره عن ستوبنج ذا دراج، ما حاولش معاه لا فيها دوز ادجستمنت ولا اقدر ادي دواء من نفس المجموعه. مجرد ما العيان حصل له حساسيه او عرفت ان هو عنده مشكله في الجين ان ريليتد للدراج ده ما اقدرش ادي الدراج ده خالص. المفروض يتكتب في الهيستوري بتاع العيان ويتكتب في وعرفه ان انت ما ينفعش تاخد البنسلين. يعني هنفترض عيان خد بنسلين وجاله منه حساسيه وانا قدرت اعمل مانجمنت وعدى منه، هنبه العيان اقول له انت عندك مشكله في عندك حساسيه من البنسلين، كل ما تروح لدكتور يجي يكتب لك بنسلين قول له ما اقدرش اخده لان عندي حساسيه. نرجع تاني نلخص تايب بي. تايب بي اللي هو البيزار اللي قلنا ان هو ملخبط انبريدكتبل ما بتوقعوش، بيبقى مينلي الرجي ايديوسينكراسي، ما هوش دوز ديبندنت، الانسيدنس بتاعته لو، الموربيديتي بتاعته هاي، الموربيديتي بتاعته لو، المورتاليتي بتاعته هاي يعني ممكن يموت، المانجمنت بتاعته ستوبنج ذا دراج. طيب نرجع تاني احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في كلاسيفيكيشن بتاعت الادفيرس دراج رياكشنز. قلنا ان احنا عندنا تايب A اوجمنتد، تايب B بيزار، بقيه التايب تايب C اللي هو بيحصل من الكونتينوس يوز. يعني ايه كونتينوس يوز؟ يعني اما استعمل الادويه فتره طويله كرونيك يوز ممكن يحصل عندي ادفيرس دراج رياكشن معين. زي اشهر الامثله لو خدت الكورتيكوستيرون فتره طويله ممكن يعمل لي ياتروجينيك كوشنج. لو خدت الادويه الانالجيزيك نون ستيرويد انتي انفلاماتوري فتره طويله ممكن مشهور قوي انه بيعمل نفروباس، يعمل مشاكل في الكدني. التايب دي اللي هو ديليد رياكشن ده ممكن اخد الدواء لفتره معينه بس يظهر عندي الافكت او الادفيرس دراج رياكشن ده بعد مده طويله حتى لو انا وقفت الدواء. من اشهر الحاجات الادويه اللي انا بستعملها اثناء البريجنسي في الفيرست تريمستر، الاقي الست خدت دواء معين 4-5 ايام في الفيرست تريمستر في اول 3 شهور في الحمل، الاقي بعد ما ولدت بعد 9 اشهر الطفل اللي ولدته ده فيه مشاكل في كونجنيتال انومالي. او ايه تاني؟ حاجه تانيه بناخدها برده نلاقي الافكت بتاعنا باين، خدتوها في الثايرويد اللي هو الراديو اكتيف ايودين. الراديو اكتيف ايودين ممكن العيانين ياخدوه في التريتمنت اوف هايبر ثايرويديز. احنا قلنا ان احنا بيتاخد في العيانين لاكثر من 40 سنه. حد فكر ليه بنديه في العيانين لاكثر من 40 سنه؟ لانه بيعمل ديليد ادفيرس دراج رياكشن. بعد ممكن بعد حوالي 20-30 سنه نلاقيه بيعمل كارسينوجينيك افكت، يعمل ميوتوجينستي، يغير حاجات في الجسم بتاع العيان يجيب له كانسر بعد حوالي 30-40 سنه. فلو انا اديت العيان ده وهو عنده 20-30 سنه راديو اكتيف ايودين هلاقي وهو عنده 50-60 سنه بيشتكي من كانسر. انما لو اديته العيان عنده 60-70 سنه
فرصة حدوث الادفيرس دراج رياكشن ده مش هيلحق يبان على العيان. فده المقصود بالديليد رياكشن، ان انا بدي دراج يعمل تشينجز في البودي بس على ما بيبان الافكت بتاعها بياخد وقت. اخر نوع عندنا اللي هو تايب اي، اللي هو الاندو فيوز رياكشن. انا ببقى بستعمل دواء لفتره طويله واجي اعمل له سادن ويذدرول، وانا عارفه دلوقتي في طلبه كتير شاطرين اول ما هقول سادن ويذدرول هيبداوا يعدوا لي الادويه المشهوره اللي بتعمل لي الادفيرس دراج رياكشن ده، المورفين، الكلونيدين، النور ابينفرين، البيتا بلوكرز، الكورتيكوستيرويدز. دي تقريبا اشهر الادويه اللي انا ما اقدرش، الانتي ابيليبتيك اشهر الادويه اللي ما اقدرش اعمل لها سادن ويذدرول. ما زلنا بنتكلم في ايه؟ ادفيرس دراج رياكشن. خلصنا الكلاسيفيكيشن بالفايف تايبس، تايب اي، تايب بي، تايب سي، تايب دي، تايب اي. طيب تاني حاجه هنتكلم عليها اللي هي السيفيريتي اوف ادفيرس دراج رياكشن. احنا ليه بنهتم بالادفيرس دراج رياكشن ده؟ لانه ممكن يعمل لي مشاكل في العيان. المشاكل دي السيفيريتي دي ممكن اقسمها الى 4 جريدز. اول حاجه ان يعمل لي ماينور ادفيرس دراج رياكشن. ماينور ادفيرس دراج رياكشن زي ما كلنا حسينا اكيد ببعض الادويه اللي خدناها، بعض الادويه بتعمل شويه دايريه، بتعمل شويه سيديشن، الحاجات دي ما بنحتاجش ليها ثيرابي، ما باخدش ثيرابي عشان اعالج الادفيرس دراج رياكشنز دي، ما بحتاجش اديها انتي دوت، ولا بتحتاج ستي في الهوسبيتال. بعض الحاجات البسيطه بستحملها وخلاص وممكن اكمل الدواء عادي. النوع الثاني من السيفيريتي بيعمل لي مودريت ادفيرس دراج رياكشن. مودريت يعني ايه؟ يعني بضطر بيبقى الادفيرس دراج رياكشنز دي شديده شويه، بحيث ان انا محتاجه يا اما اوقف الدواء او اغير الدواء بدواء تاني. ممكن ادي للعيان سبيسيفيك تريتمنت علشان اعالج الادفيرس دراج رياكشن اللي حصلت دي، زي ما بنيجي نقول ساعات الكف اللي بتحصل مع الكابتوبرين ممكن اديله نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري عشان اعالج الكف اللي بتحصل دي. ممكن في بعض الحالات بحتاج هوسبيتال ستي بتبقى على الاقل يوم. طيب ممكن ادفيرس دراج رياكشن دي تبقى اشد من كده؟ اه ممكن. ممكن تبقى سيفير ادفيرس دراج رياكشن، ان يحصل عندي لايف ثريتنينج زي الحاجات اللي كنا بنحكي عليها في الالرجي وفي الهايبر سنسيتيفيتي، في الالرجي وفي الايديوسينكراسي. ممكن تبقى سيفير بحيث ان هي تعمل مشاكل في العيان وممكن تعمل بيرمننت دامج. يعني عندي بعض الادويه مشهوره قوي يقول لك مثلا دي بتعمل اوتوتوكسيستي، الاقي العيان جاله ديفنس بعد ما خد الدواء ده، بتعمل نيفروتوكسيستي، العيان ده جاله رينال فيلير بعد ما خد الدواء ده. فالادويه اللي بتعمل ادفيرس افكت زي كده بنسميها سيفير، بتعمل سيفير رياكشن لان العيان بينضر ضرر شديد. اخر حاجه عندنا او اعلى جريد ان تبقى ليزل، ان الدراج اللي عندنا يموت. وبرضه هنرجع تاني ان من اشهر الادويه اللي بتموت الحاجات اللي بتعمل الرجي او ايديوسينكراسي، او الادويه اللي بتعمل اورجان فيلير. فبعد فتره ممكن العيان مش هيموت من الدراج، هيموت من الاورجان فيلير اللي حصل. يعني عملت رينال فيلير، العيان بعد كده هيشتكي من او ممكن يحصل له ديس من الرينال فيلير. هيباتيك فيلير ممكن يحصل له ديس من الهيباتيك فيلير. طيب هل العيان كلهم متساويين في الادفيرس دراج رياكشن؟ فرصه حدوث الادفيرس دراج رياكشن في كل العيانين واحده؟ لا، عندي بريدسبوزنج فاكتور. يعني ايه بريدسبوزنج فاكتورز؟ يعني عوامل مساعده اما الاقيها يبقى انا اتوقع ان العيان ده ممكن يجي له ادفيرس دراج رياكشن وممكن يجي له اشد من عيان تاني. الفاكتورز دي ممكن اقسمها لحاجتين، فاكتورز ليها علاقه بالدراج نفسه وفاكتورز ليها علاقه بالعيان. الفاكتورز اللي ليها علاقه بالدراج زي الاكسبيرينس اللي هي الاضافات اللي بتتحط في الدراج عشان تعمل مثلا كبسول، تعمل تابلت، ممكن بعض الانتريك كوتد كبسول البريبريشن ده نفسه يعمل لي بيبتيك ألسر. الحاجه الثانيه في الدراج الميثود اوف ادمنستريشن، انا بديها ازاي؟ مشهوره قوي بعض الادويه مثلا زي السايوفيلين لو اديته رابت انتروفينس ممكن العيان يجي له كاردياك ارست. الحاجة الثالثة ان ممكن الدواء بتاعي ده سوء التخزين بتاعه او ان يبقى اوت ديتد، يعني تاريخ الصلاحية بتاعه عدى، ممكن يكون يتحول الى توكسيك كومباوند يعمل لي باي برودكت ده يعمل لي مشاكل. زي ايه؟ زي التتراسايكلين. التتراسايكلين لو تاريخه عدى او الاستورج بتاعه ما كانش مظبوط ممكن يتحول الى توكسيك كومباوند ويعمل لي مشاكل كبيرة في العين. دي البروبرتيز بتاعت الدراج اللي بتأثر في الادفيرس دراج رياكشن. طب نيجي على البيشنت، هل البيشنت كلهم متساويين؟ لا طبعا. اول حاجه بتفرق معايا هي الايدج.
ودايما لما نتكلم على الايدج زي ما اتكلمنا في الجنرال يهمنا قوي الاكستريمز اوف ايدج، الاطفال الصغيرين والاولد ايدج. الاطفال الصغيرين زي ما قلنا دايما الاورجنز بتاعتهم بالذات الاورجنز اللي داخله في الميتابوليزم وفي الاكسكريشن الليفر والكيدني بتبقى نوت ويل ديفلوبد، الفانكشن بتاعتهم ممكن ما تبقاش كامله زي الادلت. الاولد ايدج بيبدا مع تقدم السن يحصل ديكريز في الفانكشن بتاعه الاورجنز دي الليفر والكيدني، فبالتالي هتاثر على الميتابوليزم والاكسكريشن بتاع الدراجز. فممكن العيان ده لو خد جرعه يبقى تاثيرها في الاولد ايج اكبر ومشاكلها اكتر من العيان اللي في الميدل ايج ما بين 20 ل 40. طيب تاني حاجه عندنا اللي هو السكس، هل الميل زي الفيميل؟ لا، للاسف ان معظم الادفيرس افكت اكتر في الفيميل عن الميل. ليه؟ لان ديفرنت هرمونز والاستروجين بيبقى في الغالب انزيم انهيبيتور فممكن يزود الافكت بتاع بعض الادويه. طيب الديزيز، طب اي ديزيز لو جينا نتوقع اي ديزيز اللي ممكن ياثر عندي في الادفيرس دراج رياكشن، الديزيز اللي بتيجي في الاورجنز اللي هتاثر لي على الميتابوليزم والاكسكريشن اللي هم الليفر والكيدني. فالعيان اللي عنده مشكله في الليفر او مشكله في الكيدني ممكن يبقى فرصه حدوث الادفيرس افكت عنده اعلى. الجينيتك الفاكتورز اللي بعد كده جينيتك ديفرنسز، وبالذات يهمنا فيه لو العيان ده عنده مشكله في جين معين زي الايديوسينكراسي، زي مثلا العيانين اللي عندهم مشكله في الجين بتاع الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز بيبقى عندهم فيه ديفيشنسي، فلو خد بعض الادويه او اكل فول ممكن يحصل لهم هيموليسيس. اخر حاجه عندنا اللي هي الفارماكوكاينيتكس، الفارماكوكاينيتك بارامترز از هول، والكلام ده قلناه قبل كده في جنرال كتير. لو انتم فاكرين ان الفارماكوكاينيتكس بتاع كل واحد مختلف عن التاني حتى لو اتنين توأم عايشين في نفس الظروف، هلاقي الفارماكوكاينيتك هنا غير الفارماكوكاينيتك هنا، وبالتالي استجابه العيان للدواء وتاثير الادفيرس افكت فيه ممكن يفرق عندي من عيان للتاني. طيب هنيجي دلوقتي لايه، نتكلم على ايه، على ايه علاقه الادفيرس دراج افكت بالدوز. هل كل الدوز بتعمل لي نفس الادفيرس دراج افكت؟ لا، عندي حاجه اسمها سايد افكت، عندي حاجه اسمها اوفر دوزج توكسيستي، وعندي هايبر سسبتابيلتي او اللي كنا بنسميها انتوليرنس لو انتوا فاكرين من جنرال. يعني ايه سايد افكت؟ يعني نفس الجرعه اللي بديها كثيرابيوتيك دوز هي نفسها اللي بتعمل لي ادفيرس افكت او بتعمل لي عرق جانبي. هنرجع تاني للمثال البسيط بتاعنا الانتي هيستامينك، القرص اللي باخده كانتي هيستامينك سواء في برد او في حساسيه نفس القرص ده هو اللي بيعمل سيديشن، ما خدتش جرعه زياده. طيب امال ايه الاوفر دوزج توكسيستي؟ اوفر دوزج توكسيستي ممكن الدواء علشان يعمل الادفيرس افكت دي محتاجه اخده بجرعه زياده، يعني في ادفيرس افكت بتحصل في الجرعه العاديه انما لو زودت الجرعه هدخل في مستوى تاني. في حاجه هتاخدوها في السي ان اس اسمها الليثيوم، هلاقي ان الادفيرس افكت عندي فارق مع الجرعه، لو خدت جرعه قليله هيعمل لي حاجه ولو خدت جرعه كبيره يعمل لي حاجه ثانيه. فدي بسميها اوفر دوزج توكسيستي، يعني العيان خد جرعه اكتر من الثيرابيوتيك دوز، يعني غلط ونسي وخد بدل ما ياخد قرص خد قرصين، يعني عيان طفل صغير وخد العلبه بحالها. يبقى دي هتعمل لي ايه؟ اوفر دوزج توكسيستي. الحاجه الثالثه اللي هي الهايبر سسبتابيلتي او الانتوليرانس، ده ايه؟ ده العكس بقى، ده العيان هياخد جرعه قليله وبالرغم من كده هيحصل له ادفيرس افكت. زي ايه؟ زي ما كنا بنقول ان العيانين الهايبر ثايرويديز عندهم هايبر سنسيتيفيتي للادرينالين، يعني لو خد نفس الجرعه بتاعه الادرينالين بتاع الانسان الطبيعي هيجي له ادفيرس افكت اعلى من الشخص العادي، ده اللي بنسميها انتوليرانس او هايبر سسبتابيلتي. يبقى عندنا علاقه الادفيرس افكت بالدوز ممكن تحصل بنفس الدوز اللي بديها كثيرابيوتيك دوز اللي هو السايد افكت، ممكن تحصل مع جرعه اعلى اللي هي الاوفر دوزج توكسيستي، ممكن تحصل مع جرعه اقل اللي هي الانتوليرانس او الهايبر سسبتابيلتي. طيب نيجي على التايم، هل في ريليشن ما بين الادفيرس افكت وما بين التايم؟ ليه احنا بنقول الكلام ده؟ علشان لما انت تبقى عارف كل الدواء بتاعي بيعمل الادفيرس افكت بتاعته امتى تبقى متوقعها ونقدر زي ما قلنا نتعامل معاها سواء نعالجها او نمنعها. فعندنا بعض الادويه اللي بتعمل لي تايم اندبندنت ادفيرس دراج رياكشنز، يعني ملهاش علاقه بالتايم اصلا، الادفيرس افكت اللي بتحصل عندي بتحصل في اي وقت، لا رابد ولا سلو هتحصل. انما عندي بعض الادفيرس دراج رياكشنز بتبقى تايم ديبندنت. يعني ايه تايم ديبندنت؟ يعني بتعتمد على الوقت. فعندي بعض الادويه بتعمل رابيد رياكشن، يعني ايه رابيد رياكشن؟ يعني الافكت عندي بيحصل سريع. من اشهر الحاجات اللي بتعمل لي رابيد رياكشن ده السايوفيلين، لو اديته رابيد انترافينس هيعمل لي كارديك اريست.
الفانكومايسين اللي خدته في الانتيبيوتيك لو اديته رابد انترافينس هيعمل لي ريد مان سندروم. يبقى الرياكشن بيعتمد على التايم، اديته بسرعه الاقي العيان جاله حاجه معينه، جايز لو اديته بالراحه مش هتحصل. الحاجة التانية، عندي بعض الأدوية بتعمل فيرست دوز رياكشن، وأول ما هقول فيرست دوز رياكشن هلاقي ناس شاطرة كده بتقول إحنا خدنا أدوية في الأوتونوميك بتعمل فيرست دوز رياكشن. يعني إيه فيرست دوز؟ يعني أول جرعة هي اللي بتعمل الرياكشن. وأشهر حاجة عندنا البرازوسين اللي بناخده في الهايبرتنشن بيعمل لي فيرست دوز هايبوتنشن، العيان أول قرص ياخده ألاقي ضغطه وطي أول قرص، فبنسميها فيرست دوز رياكشن. عندي نوع تاني اسمه الايرلي رياكشن، يعني يحصل شويه ادفيرس اول ما اخد الدواء في الاول وبعد كام يوم بيروح. من اشهر الادويه اللي بتعمل لي كده نايتريتس، نايتريتس بتعمل هيدك في الكام يوم الاولانيين، يعني العيان بيشتكي من صداع شديد جدا. لو انا ما نبهتش العيان وما خدتش بالي وممكن اديله بعض الانالجيزكس بسيطه كده، العيان ممكن من الصداع ده يبطل الدواء. انما انا لو عارف ان هو بيعمل ادفيرس افكت دي وفي الوقت ده وانها مؤقته وقلت للعيان، خلاص العيان هيبقى متقبلها وهيقدر يتعايش معاها وياخد يكمل الدواء بعد كده عادي. طيب عندي حاجه الانترميديت رياكشن، انترميديت رياكشن اللي هي بعض الادفيرس افكت اللي ليها وقت معين. هنيجي برضو نلاقي طلبه شاطرين كده فاكرين البلاد، لما كنا بنقول ان الهيبارين بيعمل نوع من الثرومبوسيتوبينيا اللي هو له اميون بيز، انها بتحصل عند 10 ل 12 يوم تقريبا، دي بيبقى ليت رياكشن. انا بتوقع الادفيرس افكت في الفتره دي، والادفيرس افكت يا حصلت يا ما حصلتش. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بتوقع الادفيرس افكت اللي احنا عارفين ان هو حاجه جديده في من 10 ل 12 يوم. طيب الفتره دي العيان حصل له ثرومبوسيتوبينيا، يبقى انا عارفه ان في رياكشن حصل وهقدر اتعامل معاه. طيب ما حصلش يبقى مش هيجيب. طيب عندي نوع ثالث اللي هو او نوع خامس اللي هو الليت رياكشن. الليت رياكشن اللي احنا زي ما كنا بنقول الادفيرس افكت اللي بتيجي من الكونتينوس يوز، يعني حدي كورتيكوستيرون فتره طويله الاقي العيان جاله اوستيوبوروز، ادي مثلا انالجيزك نون ستيرويد انتي انفلاماتوري لفتره طويله الاقي جاله نيفروبس. الديليد رياكشنز اللي احنا كنا بنقول ان العيان بياخده فتره وبعدين بعديها حتى لو بطلوا ممكن يبان عليه الافكت بعد فتره طويله، زي ما كنا بنقول في التراتوجينستي ان العيان ياخد دواء، العيانه تاخد دواء اثناء البريجنسي ويحصل مشاكل في البيبي او في الراديو اكتيف ايودين يعمل لي كانسر. طيب هنتكلم دلوقتي عن ايه؟ هنكمل الكاتيجوريز بتاعه الادفيرس دراج افكتس. في حاجات قلناها في وسط الكلام دلوقتي اللي هي زي السايد افكت والتوكسيك افكت والانتوليرنس. في حاجة تانية ما قلناش زي السكندري افكت. ايه السكندري افكتس بقى؟ السكندري افكت ده ان يحصل ادفيرس دراج افكت مالوش علاقة مش مباشر نتيجة الدواء. يعني ايه؟ يعني لو خدنا دلوقتي برود سبيكترم انتيبيوتيك، برود سبيكترم انتيبيوتيك انا بستعملها علشان اموت بكتيريا معينة موجودة في الجسم. النتيجة ان هي بتموت حاجة مش مقصودة، بتموت البكتيريا فلورا اللي موجودة في الانتستين. البكتيريا فلورا دي انا محتاجاها علشان الابزوربشن بتاع الفيتامين بي، فلاقي ان العيان عن جاله ديفيشنسي من الفيتامين بي نتيجه البرود سبيكترم انتيبيوتيك. دي علاقه اندايركت. مثال تاني الدايوريتكس اللي ممكن استعملها مع ديجيتاليس في الهارت فيلر. الدايوريتكس ممكن تعمل لي هايبوكاليميا. الهايبوكاليميا ده العيان لو بياخد ديجيتاليس الاقي جاله ديجيتاليس توكسيستي، فالدراج بيعمل افكت ينعكس على افكت تاني. الافكت التاني ده اللي بنسميه سكندري ادفيرس دراج افكت. عندنا دراج انديوس ديزيز، دي حاجه مهمه جدا اسمها الاياتروجينيك ديزيز. الدراج انديوس ديزيز دي بيبقى نتيجه ان الدكتور كتب دواء للعيان، هو كان جاي بيتعالج من حاجه معينه، انا بديله دواء اجيب له مرض تاني اللي بنسميه ياتروجينيك ديزيز. ياتروجينيك ديزيز زي الاسبرين انديوسد ازمه، زي مثلا الكورتيكوستيرويدز لما بتعمل اوستيوبروزس، اي دواء انا بديه الاقي العيان جاله ديزيز بسبب الدواء اللي انا مديه. طبعا ده لو احنا درسين الدواء كويس عارفين ازاي نديه بجرعات مظبوطه المفروض ان هو ما يحصلش معايا الياتروجينيك ديزيز. تراتوجينستي، مصطلح تراتوجينستي يعني ايه؟ يعني ان انا الست الحامل تستعمل ادويه اثناء البريجننسي تعمل كونجنتال انومالي في الفيتس بعد كده.
كارسينوجينستي الادويه اللي بستعملها اللي بتعمل مشكله في ميوتيشن في الجسم وممكن تعمل كانسر بعد فتره. طيب نيجي بقى الاهم نقطه في الادفيرس دراج رياكشنز اللي احنا بنقول الكلام ده كله عشانها، ان انا ازاي اعمل بريفنشن للادفيرس دراج افكت، ازاي ابقى دكتور شاطر واكتب الدواء بخلي العيان ياخد الاكشن بتاعه يستفيد بيه من غير ما يحصل له اي اعراض جانبيه، او على الاقل لو حصلت تبقى بدرجه بسيطه ما بتاثرش في العيان. اول حاجه في بريفنشن ان انا امنع خالص ان ابروبريت يوز اوف دراج، يعني ما استعملش الدواء الا اذا كان العيان محتاجه، ودي بتفكرنا كتير قوي باليوز اوف انتيبيوتيك، يعني ما اكتبش انتيبيوتيك لعيان الا اذا كنت متاكد ان العيان ده عنده بكتيريال انفكشن وكاتبه له الانتيبيوتيك اللي سبيسيفيك للمايكرو اورجانيزم، غير كده ما اكتبش لان انا حضر العيان وحضر اللي حواليه كمان. الحاجه الثانيه اتاكدت ان العيان ده محتاج الدواء بتاعي لازم استعمله بالرايت دوز الرايت روت رايت فريكوانسي، اللي احنا بنسمي الحاجات دي الراشونال يوز اوف دراج، الاستعمال الامثل، لازم ابقى كاتبه له جرعه مظبوطه وكاتبه له فريكوانسي مظبوط، هتتاخد مره واحده في اليوم، هتتاخد كل 8 ساعات، هتتاخد كل 12 ساعه، وكاتبه له الروت مظبوط لو هو اورال لو هو بارنترال لو انترافينس، ولو انترافينس لازم اقول له ياخدها ازاي، هل بياخدها على محلول ولا بياخدها رابد انترافينس علشان العيان ايه ما ينضرش من الطريقه اللي بياخدها بيها. الحاجة الثالثة حاجة مهمة جدا ممكن ناس كتير تكسل عليها بس هي مهمة، ان انا اخد هيستوري من العيان، اسمع العيان، فهاخد هيستوري منه اسأله هل انت خدت الدواء ده قبل كده؟ احنا قلنا لو انتوا فاكرين لما جينا قلنا ايه الهايبر سنسيتيفيتي اللي بتحصل من البنسلين، قلنا انها لو حصلت معانا وعالجت العيان لازم انبهه ان انت عندك حساسية من الدواء ده. فدلوقتي انا لو جالي عيان حد عايز اديله بنسلين لازم اسأله قبليها هل انت عندك حساسية من البنسلين ولا لا؟ ومش بس هسأله على كده، ده أنا ممكن أسأله لو عندك حساسية من أي حاجة، يعني عندك عندك حساسية صدر، عندك مشكلة ألرجي، بيحصل لك ديرماتيتس، أي مشكلة لها علاقة بالحساسية. ليه؟ لأن دايما العيانين اللي بيبقى عندهم بعض الألرجي، أي نوع من الألرجي بتبقى الهايبر سنسيتيفيتي عندهم عالية شوية، فممكن يحصل له اللي بيجي له حساسية من حاجة ممكن يحصل له حساسية من أكتر من حاجة تانية. فأنا هسأله على الأدوية وهسأله على الألرجي العام. طيب من الحاجات المهمة قوي ان انا ابقى في دماغي الدراج انتر اكشنز. دراج انتر اكشنز من العوامل برضو اللي بتزود من فرصة حدوث الادفيرس دراج افكت، ودي من الحاجات المهمة برضو مع كبار السن، انه بدل ما بياخد دواء او اتنين بلاقي العيان عنده شنطة ادوية 10 ادوية بياخدهم مع بعض. فطبعا كل ما بزود الادوية كل ما كان فرصة حدوث الادفيرس دراج افكت اعلى، انما انا لو شاطر وعارف الادويه وعارف الادفيرس دراج افكت وعارف الدراج انتر اكشن اللي بيحصل ما بينهم ممكن اكتب للعيان الادويه بطريقه تخليه ياخد الافكت من غير ما ياخد الادفيرس افكت، اعمل ما بينهم سيباريشن، واحد قبل الاكل وواحد بعد الاكل، واحد الصبح وواحد اخر النهار، الادويه اللي ممكن تتاخد باكتر من طريقه، يعني ممكن تتاخد وانس ديلي، ممكن تتاخد 3 مرات، خلاص اديها له وانس ديلي علشان اوسع مكان ان انا ادي فيه ادويه ثانيه. يعني دي شطاره الدكتور انه يفصل الدواء للعيان من يدي له الفايدة من غير ما يديله أي أعراض جانبية. لازم زي ما قلنا نستعمل الرايت تكنيك، الحاجات اللي بتتأثر بي الانترافينس لازم تتاخد مثلا سلولي انترافينس، لازم تتاخد سلولي انترافينس. الابروبريت مونيتورنج مهم جدا، هلاقي برضو طلبة شاطرين أول ما هقول مونيتورنج هنفتكروا إن المونيتور بتاع الأنتي كواجلان سواء كان هيبرين سواء كان البروثرومبين تايم بتاع الورفارين، إن أنا عشان أقدر أحكم على العيان وتأثير الدواء فيه بالذات الحاجات اللي ما بقدرش أشوف لها تأثير واضح لازم أعمل لها مونيتورنج بالتحاليل. فلو هكتب للعيان أورال أنتي كواجلان يبقى أنا في دماغي إن لازم هقول له يتابع طول عمره، لأن اللي بيمشي على أورال أنتي كواجلان ممكن يمشي عليه طول عمره. اللي هيمشي عليه لازم يبقى عارف ان هو كل فتره لازم هيتابع بالبروثرومبين تايم او الاي ان ار عشان لو حصل فيه اي تغيير اقدر اتعامل مع الجرعه او اقللها او ازودها. طيب هنراجع تاني مع بعض، احنا اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على ادفيرس دراج افكت، اتكلمنا فيها على ايه؟ ديفاين، عرفنا ايه هو الادفيرس دراج افكت كقسمناها، عرفنا الجريدز بتاعتها، عرفنا الفاكتورز اللي بتبريديسبوز او بتساعد على حصول الادفيرس دراج رياكشنز، عرفنا ايه علاقتها بالدوز والتايم، عرفنا الكاتيجوريز بتاعتها، عرفنا ازاي نقدر نمنحها.
اتمنى تكون المحاضره دي فادتكم، وان شاء الله نعرف رايكم فيها باي فيدباك. واللي عايز اسئله ممكن يتواصل معانا باي طريقه، ولو في محاضرات تانية عايزين نحضرها بنفس الطريقه يا ريت برضو تبلغونا.